الحدادي، هشام حنفي بيلعب كورة وحلوة، عمرو الحديدي يا ولد يا ولد يا ولد يا عمرو، لسه بقول لحضراتكم عامل ماتش كبير قوي 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 قوي. يطل علينا بين الحين والآخر مدافعون أفذاذ عاشوا لخدمة النادي الأهلي، أحبوا الكيان العظيم وعشقوا ترابه وبذلوا كل ما في وسعهم ليسعدوا جماهير القلعة الحمراء. ملك العالي، الرجل الطائر، وملك التاكلينج عمرو الحديدي. مفيش هزار وكله جدية، وادي هشام حنفي بيلعب كورة وحلوة، عمرو الحديدي يا ولد يا ولد يا ولد يا عمرو، لسه بقول لحضراتكم عامل ماتش كبير قوي 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 قوي. رشدي أباظة كرة القدم المصرية، والذي شغل مركز المساك بقميص المارد الأحمر في فترة التسعينيات وأجاد فيه خلال مباريات عديدة كبرى، حيث كان يتمتع بقوة البنيان والطول الفارع والتميز في الألعاب الهوائية. عمرو الحديدي بعد 42 دقيقة انضم الحديدي لصفوف فريق النادي الأهلي قادما من غزل المحلة موسم عام 1993-1994، وكان أحد ثلاثي الخط الخلفي للأهلي في ولاية الإنجليزي آلان هاريس في الوقت الذي كان بديلاً في أغلب فترات قيادة الألماني راينر هولمان. لقب الحديدي بمكتشف النجوم، حيث كان له دور رئيسي في اكتشاف العديد من اللاعبين مثل إسلام الفار ومحمود حمدي الونش وحسام حسن مهاجم سموحة ومحمد السيد هاشم دونجا لاعب الإسماعيلي ومحمد أشرف رؤى نجم الزمالك وإمبي وغيرهم من لاعبي الدوري المصري الممتاز ومنتخبات الناشئين وأيضا بعض المحترفين في الخارج. تألق الحديدي بصحبة المدرب الإنجليزي آلان هاريس المدرب السابق للأهلي، ولعب بجيل أحمد نخلة وأبو الدهب وجمال السيد. عمل الحديدي في 2012 مدربا بأكاديمية النادي الأهلي للبراعم قبل أن ينضم للعمل مديرا فنيا لقطاع الناشئين بنادي الإنتاج الحربي لمدة موسمين من 2015 حتى 2017. الأهلي دائما لا ينسى أبناءه المخلصين. وادي هشام حنفي بيلعب كورة وحلوة، عمرو الحديدي يا ولد يا ولد يا ولد يا عمرو، لسه بقول لحضراتكم عامل ماتش كبير قوي 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 قوي. برحب بحضراتكم من جديد. في حكايات كتير قوي هنحكيها مع ضيفي اللي منورني في الاستوديو مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق كابتن عمرو الحديدي. منورني يا كابتن. ربنا يخليك يا سارة. عايز اعرف بس من حضرتك كده بدايه رايك كده في تطوير قناه الاهلي الجديد. هو طول عمر النادي الاهلي الجديد عنده مش عند حد تاني، الناس بتقلد النادي الاهلي، النادي الاهلي هو البيت الجديد، الاصل، المبادئ، الاهتمام، التطوير، الشعب. النادي الاهلي كل حاجه حلوه تتقال على اسم النادي الاهلي. يعني ده كلام كبير مش بعرف اعلي عليه. نرجع يا كابتن بقى نبدأ من بدايتك كده، فلاش باك بدايتك كده مع كرة القدم من وانت صغير لما عرفت ان انت بتعرف تلعب كرة قوي احسن من اي حد. لا هي مش موضوع احسن، انا زي اي حد لعبت كرة الشراب من حي شبرا رود الفرج، ابتديت اتطور شوية لغاية ما وصلت لعشر سنين، فاخويا الاكبر كان بيلعب في نادي اسمه مدينة نصر اخويا مجدي، فابتدى ياخدني معاه، اخوه الصغير اللي شايل له الشنطة، اتواجد، ابتديت اتعلم حاجات، فعرض على النادي، لعبت واتأيدت، كانت اول مسابقه وانا عندي 11 سنه. ابتديت بقى العب، اعرف يعني ايه ملعب 11 ويعني ايه دوري منافسات، ومش زي دلوقتي في اكاديميات للتعليم والكلام ده، لا دلوقتي الموضوع ان كانت المواهب زمان كتير قوي وما كانش فيه اختبارات، ويقطع طبعا تذكره وياخد التذكره ويختبر مره واثنين وثلاثه، لا مجرد انك كويس بيجيب شهاده الميلاد وبتمضي توقع، بيجيب شهاده ميلاد والده، بيجيب بطاقه والده، بيوقع وبيتايد. مشيت كده من اول كده، كنا متواجدين في نادي مدينه نصر لغايه ما وصلت 17 سنه. بعد كده يعني ما فيش نادي في مصر ما رحتوش، ما فيش نادي ما خبطتش على بابه ان يشوفوني. كانت الجراءه جات لي اما كان زميل الطفوله وزميل الملعب كابتن خالد الغندور في الوقت دوت، خالد راح الزمالك وهو عنده 17 سنه. فقلت اجرب حظنا كمان، يعني في لعيبه كويسه. كان خالد الغندور ساعتها راح الزمالك، وعز عرفان مستشار دلوقتي كان راح المقاولين.
وهشام حسن راح الاهلي كان مع كابتن مصطفى عصمت، قلت اروح اجرب انا كمان بقى. طرقت كل البيبان عايز تيجي هات الاستغناء بتاعتك وتعالى. يعني اقدر اقول يا كابتن المشوار كان صعب، كان صعب ومليان تحديات اللي هو ممكن تخليك مثلا في وقت من الاوقات تستسلم. ليه بسالك ده؟ لانه في كتير بيتفرجوا علينا بيبقوا صغيرين وحلمهم ان هم يبقوا نجوم مثلا زي حضرتك سواء في الكوره او غير الكوره كمان، فاكيد المشوار بيبقى صعب، فيه تحديات كتير، بس في بقى اللي بيستسلم وفي اللي بيكمل. هقول لك يا ساره، ممكن اقول شعارات وابقى شكلي جميل وبتجمل وانا بقول الحقيقه. صح. انا في الوقت اللي انا كنت موجود فيه ما جاليش لحظه ياس، ما انا بحب الكوره هبقى متواجد، بس حلمي ان انا اروح النادي الاهلي ده كان حلم بعيد قوي قوي، ابعد ما اي حد يتخيل. يعني ابسط مثلا ان كان في مباراه ما بين الزمالك والاهلي ناشئين، فرقه عمرو انور وعبد الجليل، رحت اتفرجت عليها، كانت في ملعب اسكو جنب بيتي. قلت في يوم من الايام ممكن يجي الزمن ابقى موجود هنا. ممكن. يعني كان في تحديات بس انت اللي ما يئستش. يعني ما يئستش. هقول لك حاجات الناس هتصدقها، ده اللي جوايا وهقولها بالامانه. انا كنت امنيه حياتي البس الفانيلا اللي بتقول دور الاضواء، امنيه حياتي اسم عمرو الحديدي، ان انا والدي اسمه الحديدي، يتقال في التلفزيون في منشط صحافه في برنامج في التلفزيون، عايز اكون موجود وبس. اللي احنا بنشوفه دلوقتي في حاجات كتير قوي سهله انك انت تتواجد، وفي كتير يساعدوك عشان تتواجد. هناك ما كانش في حد بيساعد حد، ايامنا ما كانش في حد بيساعد حد. في الوقت اللي انا فيه 17 سنه بقول لحضرتك طرقت كل البيبان بما فيهم نادي الزمالك، ورحت اتمرنت في وجود كابتن محمد صلاح وكابتن محمد توفيق وكابتن ميمي فكري. شكرا، هات الاستغناء وتعالى. النادي الاهلي عمر ما خبطت على باب، النادي الوحيد اللي ما خبطش على بابه. سبحان الله. الترسانه، كابتن رأفت مكي، كابتن احمد الشناوي الحكم كان هو المدير الاداري، كابتن بدر شحاته، كابتن حملاوي، كل دول رحت لهم هات الاستغناء وتعالى. ما فيش حد كان بيشتري ناشئ. لغايه ما في يوم كنا متواجدين في مباراه اولد، ناس كبار بيلعبوا ما بين نادي مدينه نصر والمحله، فكان اللي كان موجود معايا ربنا يديله الصحه كابتن محمد صالح نجم المصري، كان زميلي في الشركه، فقال لي ما تيجي معانا. قلت له خلاص اجي معاكم رحله بدون مبالغه، احنا طالعين رحله. قلت له خلاص اجي معاكم. فاول ما رحنا انت بتتفرجي بقى على غزل المحله جوه الشركه، حصل غدا للضيوف بعد ما خلاص، قالوا في مباراه ما بين منتخب الشركة ضد فريق غزل المحلة كمباراة تجريبية. قلت ماشي، لبسنا وتواجدنا ونزلنا. انت بقى في حلم بقى، كابتن شوقي غريب، كابتن خالد كرم، كابتن حسام عبد الغني، كابتن احمد حسن. لا مفيش بقى، انت اقصى طموح سمعتي عن حد جنبك، ما سمعتش عن الاضواء الاسماء دي الكبيره دي كلها. المحله كان تاني الدوري العام بعد النادي الاهلي. طب انا هلعب مع دول ازاي؟ طيب وبعدين المدرب اللي كان معانا كابتن عبد الكريم مجهري قال لي عمرو انت هتلعب على كابتن محمود المشائي. يا كابتن في ايه؟ كابتن مشائي اللي بيهز شباك الاهلي والزمالك والاسماعيلي. طب خلاص ماشي هلعب. خسرنا 5. اوكي. انا راجل صغير عندي 17 سنه. طب بعد الماتش فلقيت الكابتن شناوي الله يرحمه بيقول له هو الولد الصغير ده بيلعب في حته؟ فخرجت بعد الماتش رحت المكتب عنده، كان كابتن شناوي وكابتن خرشد وكابتن عبد الرحيم خليل. كابتن عبد الرحيم قال لي انت بتلعب فين؟ قلت له بلعب في نادي مدينه نصر، وجيت مع الشركه ابقى متواجد العب الماتش الودي ده. فقال لي انت عندك كام سنه؟ قلت له عندي 17 سنه. قال لي تحب تيجي غزل المحله؟ انت بقى اخر الطموح انك اهلي، زمالك، ترسانه، جوه مصر. الانديه اللي جوه القاهره. هاجي. ما تجيش ليه؟ هتقدر احنا ادينا بس الطريق نتقابل نتعامل مع مين ونخلصك ازاي وناخد استغناتك وتبقى تواجد معانا. قلت ماشي خلاص، نسيت بقى والموضوع، قلت لو هيخلص حلم، ما خلص انا متواجد مع النادي بتاعي زي ما انا. فاحنا متواجدين في النادي لقيت تليفون، كان تليفون النادي، في تليفون جاي لك، كان زميلنا الدكتور صفي وكابتن ايمن سعد كانوا زمايلي في الفرقه، قالوا لي ده حصل اتصال ما بيننا وما بينهم ان احنا كنا 3 لعيبه، ايمن سعد وصفي وانا، ان احنا هنروح المحل. فكابتن شناوي قال لي احنا هنيجي مصر وجهز لنا ميعاد مع الدكتور العريان والحاج صلاح رمضان ورئيس النادي. قلت ماشي.
حددت ميعاد الهجوم فعلا في الميعاد كان يوم جمعه، ورحنا وقابله الحاج صلاح. احنا نقدر نشتري كابتن عمرو وناخده معانا، اتفقوا على كل حاجه، وبقى الموضوع شكل بنسبه 90% جدي، فوقف الموضوع على امور ماديه. فاليوم اللي كان هيحصل فيه ان انا اخد الاستغناء بتاعتي، الحاج احمد الشعراوي كان موجود، كان لسه الحاج احمد ما عملش فرقه البلديه ولا في البروباجندا الكبيره عن عيله الشعراوي يعني. فالدكتور العريان قال له احنا عايزين فلوس قد كذا، قال له طب خلاص انتوا عندكم 10,000 لاعب موجودين في النادي وبيلعبوا العاب مختلفه، وانتوا طالبين مني من شركتي ان انا اجيب لكم الملابس الرياضيه، هنخصم من الملابس الرياضيه باسم عمرو الحديدي مبلغ وقدره قد كذا، يبقى المبلغ وصل اكتر ما انت طرحت انك تاخد فلوس نقديه. قال له خلاص ماشي، نكتب الاستغناء باسم مين؟ قال له وجهها باسم نادي غزل المحله. توجهت باسم نادي غزل المحله وسافرت بالفعل. اول ما سافرت كان في الوقت دوت معسكر هيتعمل في احد القرى السياحيه، ومعانا كان دكتور الله يرحمه الدكتور عبد الجليل ابو العيش. قال لي انت نفسك تبقى حاجه؟ قلت له اه طبعا. فعملت 10 ايام هناك، انبهار وصل لغزل المحله للفلاحين ان المحله جابت لعيب من مصر، واول مره تحصل ان اقصى المحله يجيب لعيبه من طنطا، من كفر الشيخ، من المنصوره، مش من القاهره، ما يجيبش من القاهره، لان ما فيش مكان للاقامه وما فيش مكان للمبيت. فالكابتن قال لي عمرو انت تعمل حسابك انك هنديك 2000 جنيه. انا ما بقتش مصدق نفسي، 2000 جنيه وهلعب وهطلع في التلفزيون والاسم هيتداول ما بين الجرايد والتلفزيون وهيبقى في حاجه اسمها عمرو الحديدي. تقيم بقى تجربتك مع غزل المحله ازاي؟ ما انا خلاص بقى انا مش قادر، مش مصدق. بالفعل اتمرنت مع الدكتور عبد الجليل ده، قعدت في الاول اكتر من 3 شهور ما بتواجدش في السكور بتاع غزل المحله. لدرجة ان في الوقت دوت كنا برضو طلعنا معسكر لمدة اسبوع، فكلمني كابتن وجدي غزي وكابتن حسن مجاهد بتوع المنصورة ما تجيلنا، ان كان عندهم فرود اسمه الشرقاوي، كان فرود كويس قوي، فاحنا في الشركات انا اديت عليه كويس، فكلمهم قال لهم هاتوه ده هيبقى لعيب كويس، فتحب نتكلم مع غزل المحلة ونجيبك؟ قلت لهم طب سيبوا لي فرصة وربنا يسهله. في الفترة اللي انا رجعت فيها مصر كان في فترة توقف حوالي شهر، فبالفعل جالي عرض من مكان تاني يسددوا المبلغ اللي المحله دفعته لنادي مدينه نصر، واجي العب في مصر كان في نادي الترسانه. قعدت مع الكابتن رأفت مكي اتمرن اسبوع، كتب تقرير الكابتن رأفت مكي والكابتن حملاوي ان انا اجي، وكتب ده لكمال بي ياسين رئيس النادي واستاذ عادل الحفناوي الله يرحمهم ان انا يجيبوني، كان ساعتها المدير الفني للدرجه الاولى في نادي الترسانه كابتن عصام بهيج. وتواجدت وقعدت ولعبت مع ماتش ودي، وقال لي خلاص احنا عايزين نجيب عمرو الحديد الموضوع انتهى. سافرت المحل اقول لهم بقى امشي، ما انا قاعد يعني حزين على نفسي، نفسي ابقى موجود طبعًا والعب طبعا. خلاص الحلم اللي انا وصلت له ان انا انتقل، تم الانتقال. الحلم اللي انا العب مش قادر اوصل له، خلاص الموضوع خلص. فكان الموضوع دوت يعني عمر ما هنساه لهم ابدا، كابتن خالد عيد والكابتن عبد العظيم الشورى، اهدى واصبر وربنا هيجيبها لك في وقتها. واللي استضافني وعمر ما هنساه له الجميل دوت وائل شكر حارس مرمى غزل المحله. ففي الفتره ديت كنت حزين على اي حاجه بتحصل لي، لدرجه ان انا كان اغنيه الشهيره لحسن الاسمر كتاب حياتي، ان انا كل حاجه بتضيع مني وانا مش قادر اعمل حاجه، وهرجع زي ما اكون انا ما عملتش حاجه وما وصلتش لاي حاجه، انتقلت الفترات بس. ايه اللي نعم؟ كان بيديك القوه وانك تكمل في الفتره دي لما لاعب كده لاعب كوره وشايف نفسه نجم وفجاه يلاقي نفسه؟ اسعد امي وابويا وبس. ده الهدف بس، ان انا هكمل عشان اسعد. هو ما كانش في موبايلات، كان في تليفون. اسمعي كلامي وجع لك قلبك، خلاص انت بتفكريني بحاجات قديمه كابتن. انت شويه ماشي بتدمع، معلش. دي كانت فتره صعبه قوي كده يعني. في الوقت دوت حصل ان قدر ربنا زي ما بيقولوا بقى، مباراة ما بين المنتخب الأولمبي ونادي غزل المحلة في مطرة شديدة في
تاخر الكابتن مصطفى الزفتاوي يبقى متواجد ومفيش عدد من اللعيبه غير 10 بس، فلازم يحصل مباراه وديه ما بين المنتخب الاولمبي وكابتن الدكتور محمود سعد والكابتن جوهري ضد فرقه غزل المحل. خلاص الاستغناء بتتكتب، وعمرو الحديدي هيمشي ورايح الترسانه ومع الله يرحمه الحاج صالح العجمي بتاع نادي الترسانه، وهيدفع الشيك وهاجي والكابتن مصطفى رياض، والموضوع خلص خلاص انا همشي. فكابتن هو قال لي طب العب معانا شوط لغايه اما يجي الكابتن مصطفى، ان في تاخر نتيجه المطر وهو عنده نبطشين. الكابتن مصطفى كان لواء في الوقت دوت، كان ضابط شرطه. فقلت له خلاص هلعب. لعبت احلى ماتش عملته في حياتي، احلى شوط في حياه عمرو الحديدي. لعبت على محمد الاسيوطي شوط، وشوط مع على مصطفى صادق. فاخر ثلث ساعه غيرته، الله يرحمه عم عنتر اللي ماسك غرفه الملابس بتاعت نادي المحله، كابتن عمرو تعالى في ناس عايزاك. قلت له يا عم عنتر طب اما اخد الدش بتاعها باخرج، انت عايزني في ايه دلوقتي بس؟ قال لي تعالى بس شوف مين اللي عايزك. قلت له يعني هيكون مين يا عم عنتر؟ ما هخلص، ما انا ماشي. انت مش هين تصبر الربع ساعه دي وهمشي؟ فبفتح الستاره ولابس التيشيرت، لقيت الكابتن جوهري. بص انت حضرتك عملت ازاي؟ كابتن جوهري انت رقم اتنين. قلت له اه يا كابتن. قال لي طب انت هترجع معانا في المعسكر بتاع المنتخب الاولمبي، هترجع معانا في الاتوبيس. اتقطعت الاستغناء، الحاج صلاح خد الشيك ورجعت اداره الترسانه، وعمر الحديدي بدل ما يروح الترسانه وينتقل من غزل المحله راح منتخب مصر لحضور معسكر قبل مباراه زيمبابوي المؤهله لتصفيات برشلونه 92. انا عايزه اعرف احساسك وقتها، ومش بس احساسك في التغير اللي حصل في مسار حياتك ده، لا ده كمان في ان وقتها انت شفت نجوم بعد كده حققوا بقى انجازات زي جوارديولا وانريكي لويس انريكي. انا كابتن جوهري انت بتكلمي، يعني انا اقصى اللي انا شفتهم كابتن شوقي، كابتن صابر، كابتن خالد، كابتن احمد حسن، كابتن خالد كرم، كابتن العوطي، كابتن زكي. فجاه بقى كابتن جوهري، كابتن جوهري بتاع 90، كابتن جوهري بتاع كاس العالم. يعني ما احنا بنتكلم نلعب، فجاه لا مش بتلعب، ده انت هتنضم. وركبت الاتوبيس راجع من المحله للقاهره على احد الدور، فيلم بيحصل قدام عيني، ربنا بيحقق لي حلمي، يمكن اكبر كمان من اللي حضرتك حلمت بيه. ممكن اقول لك كنت بحوش عشان اشتري فرنه منتخب مصر من اي حد من الناشئين اللي موجودين، عشان اقول ان انا هروح منتخب مصر فالبس الفرنه واتصور بيها. ما كانش فيه الميديا بتاعت دلوقتي والتصوير والفوتوغرافيا والفوتوسيشن اللي بيحصل دلوقتي، يعني التطور والتكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي. لحظه فعلا غيرت مصير حياتك يا كابتن. رجعت على المعسكر، دخلت الغرفه اللي كنت بسمعه عن 90 في الجرايد بقى حقيقه. الاسم اللي كان هيكتب بقلم رصاص اتكتب في صفحه الجرايد. لو انا متفق مع المصور او متفق مع الصحفيين اللي كانوا متواجدين، كان في الوقت دوت كابتن جوهري اشرافه على المنتخب الاولمبي، المدير الفني دكتور محمود سعد، المدرب العام دكتور مصطفى عبده، مدرب حراس المرمى كابتن حسن مختار، الاداري اللي هو احمد بكر. قعدت في معسكر ندهلي، ودخلني الغرفه بتاعتي وسلمني الشنط وقال لي كابتن محمود عايزك، كابتن جوهري تحت. عارفه فيلم شحاته ابو كف؟ انا بحلم. الراجل بقى بيحكي لي تتمرن، مرن كويس، هتتمرن فترتين، وبعد ما تتمرن فترتين قبل مباراه زيمبابوي هترجع بيتك، وهتبقى على اتصال مع اللواء احمد عشان تيجي المعسكر، عشان ما يسببش اي قلق للعيبه اللي هتلعب المباراه الاولى بتاعت زيمبابوي هناك. قلت له خلاص يا كابتن ماشي. طب مين هيسد؟ انا رحت منتخب مصر. طب نتكلم اكتر عن ذكرياتك يا كابتن في منتخب مصر الاولمبي في 92. اول مره سافر، واول مره اركب طياره. كنا هنسافر نلعب في رومانيا، قبل اما نسافر التجهيزات قبل ما نسافر برشلونه. فحاجه بسيطه يعني قبل ما احكي، عندي هي مش حقد ولا حسد ولا شرارة، والله ده قدر ربنا. كنا 9 سرد باكيت، قلت ممكن في يوم من الايام انا اللي هلعب، انا اللي لعبت على 9. ممكن اقولهم بالترتيب، يحيى نبيل، سامي الشيشيني، هيثم فاروق، توفيق صقر،
مدحت الحوفي. انا عايزه اغير المود، بس اللي انا شايفاه في عينك يا كابتن ده 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 دموع فخر. اه طبعا طبعا، والفخر للنادي الاهلي مش الفخر للاعتزاز باسم عمرو الحديدي. ما هو النادي الاهلي اللي كبر وعمل نيون لاسم عمرو الحديدي. مفيش حد يعرف عمرو الحديدي. اي حد بيلعب في النادي الاهلي، بيلعب في نادي الشعب، في نادي الحكومه، في نادي كل حاجه. كل حاجه. النادي الاهلي هو اللي يخش عضويته هو عضويه مجلس الشعب. مش هيسيبها. طب احنا كلامنا كتير ولسه، بس شايف ليه الاهلي كيان كبير؟ ليه شايفه كيان اصلا؟ عشان اول من حط المبادئ اللي انا شفتها، واول من قربت منه وسلمت عليه الساعه 4 الفجر كان الكابتن صالح سليم. واحد بيقول لي انت تعرفني؟ قلت له اه طبعا عارف حضرتك. مش انت حضرتك كابتن صالح بتاع الشمعة السوداء؟ ضحك. هتوقع انت عارف هتوقع على قد ايه؟ قلت له لو في العمر عمر، انا مش عارف بس اوقع. توقعت. عارف حضرتك لما بتكوني بتتكلمي عن الكيان، انت واقفه قصاد صالح سليم الاسطوره اسما وصاحب ورئيس مجلس اداره الكيان اللي انت امنيه حياتك تنتمي ليه، نادي الاهلي. دخلتي جوه بقى في مبادئ، مبادئ لحياتك الخاصه، لحياتك العمليه، لحياتك الكرويه، لحياتك ما بعد الكوره. الشركات الكبيره اللي ليها اسم عالميا بيقول لك خدمه ما بعد البيع. احنا ما بنروح في اي مكان، بنعود الناس على طبعنا. يعني انا مسكت الناشئين بعلم الولاد يعني ايه النادي الاهلي، بس في صوره عشان ما يحصلش لغط في الكلام. المبادئ اللي انا اتعلمتها بنقلها لك، وبنقلها لك وانت متاكد انك لو انتقلت للمكان ده مش هيبقى غريب عليك. انت كان عندك مثل قبل كده. الحقيقه يا كابتن انا مستمتعه جدا بالحديث. ربنا يكرمك. هنكمل كلامنا، لسه في حكايات كتير، بس دلوقتي هنروح لتقرير نشوف جماهير الاهلي بتقول ايه عن كيان النادي الاهلي. النادي الاهلي اعظم نادي في الكون، عشان هو حاجه عظيمه جدا، وبالبطولات بتاعته وبلاعيبته بالمبادئ. والله النادي الاهلي اعظم نادي في الكون بمبادئه واحترامه وقراراته لاي حد، ما فيش لاعب ولا حد اكبر من النادي. اعظم نادي في الكون بادارته الحكيمه دايما طول عمرها، ببطولاته اللي بيحققها، بالقيم والمبادئ اللي هو ماشي عليها طول عمره، عمرها ما بتتجزأ وعمرها ما بتتغير على مدار السنين. طول عمره بياخد نقط ودوري، والاداره بتاعته كان صالح سليم الله يرحمه، والقرارات بتاعته اللي بياخدها يعني. عشان هو احسن نادي في العالم ونادي القرن. الاهلي ماسكاه ناس زينه، ناس محترمه. كابتن الخطيب وقدامه كلهم ناس محترمين. الاهلي ماسكينا وناس محترمين. وان شاء الله الاهلي ياخد البطوله وبطوله افريقيا وكل. النادي الاهلي اعظم نادي في الكون بانجازاته وبطولاته وبجماهيره وبتشجيعه وبحبه وبكل حاجه. ببطولاته وبادارته بانجازاته بكيانه وبعشقنا ليه وباصراره لغايه اخر دقيقه. يكفينا ان هو نادي القيم والمبادئ، نادي البطولات، نادي يعني عنده مبادئ ما بتتغيرش، ما قاعده جماهيريه كبيره جدا في كل حته في العالم. فطبعا اسباب كتير برضو تخليه اعظم نادي في الكون، وهو الوحيد في الكون طبعا اللي بيمثلنا كل شيء. نادي مبادئ ونادي اخلاق، وطول عمره حتى الاداره بتاعته من ايام صالح سليم ومن أيام يعني نادي برحب بحضراتكم من جديد في برنامج السادسه، ولسه منورني النجم كابتن عمرو الحديدي. يا كابتن قبل الفاصل كنا بنتكلم على مكالمه والدتك ليك قبل ما تسافر، وقلت لي ان في مكالمه ثانيه مهمه جدا، مكالمه كابتن الجوهري. هو كان في الوقت ده ما كانش فيه موبايلات وكان فيه اي حاجه، فالكابتن جوهري عمل مكالمه للبيت عندنا، فانا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون زي اي حد، فوالدي اللي رد، فالكابتن جوهري بيقول له مساء الخير انا عايز الحديدي، فقال له انا الحديدي، فقال له انا جوهري، قال له ازيك يا جوجو، فبقول له بابا انت بتكلم مين؟ فقال له لا انا عايز عمرو، فقال لي ده حد بيهرج، خد ده شكله حد بيهرج، عايزك ايه يا كابتن؟ ايه يا كابتن جوهري؟ ايه يا عمرو؟ هات شنطه لبسك وتعالى على الدار، احنا في انتظارك. ليه يا كابتن؟ احنا مسافرين في اربع خمس ماتشات قبل المغادره لبرشلونه، هتسافر معانا. بجد يا كابتن؟ اه. لميت الشنطه وسافرت. دي اول لحظه. قعدنا في المعسكر يومين بالظبط. اخر يوم والدتي كلمتني قبل ما اسافر، فبقول لها ايه يا حاجه؟ قالت لي انا عايز اربع حاجات: ابني يرجع نجم وما يتهدش ابدا،
وتبقى عارف انك رايح تسعد اهلك واخواتك. قلت لها خلاص قولي يا رب ادعي لي بس. انا بقول لك انت بتقلبي القديم. طب خلاص خلاص. فقلت لها خلاص ماشي. سافرنا اول سفريه مع المنتخب الاولمبي مع دكتور محمود سعد رومانيا. هلعب ولازم تلعب ولازم تبقى متواجد ولازم تثبت نفسك واسمك واسم اهلك واخواتك لازم ده يتم. فعلا لعبت اول مباراه ضد منتخب رومانيا ضد اتنين لعيبه من المشاهير هاجي ولاكاتوش. عمري ما هنسى الحاجات دي طبعا. تعادلنا 1-1. المباراه اللي بعدها هنلعب منتخب بولندا تعادلنا 0-0. المباراه الثالثه بره الحسابات خالص هنلعب منتخب ايطاليا. فدكتور محمود قال لي انت عارف هتلعب على مين؟ قلت له على مين؟ كانت كلهم لعيبه زي بعض. انا مش مدرك اللي بيتقال. لعبت على ديل بيرو نجم من نجوم ايطاليا. كان ساعتها المدرب ارتوبيلي وكان دينو باجيو بيلعب وكان باجيو وكان مالديني. اول 35 دقيقه عملنا كل حاجه في الكوره وكان الشكل العام شكله حلو. وجت ضربه جزاء ترقيصه من مصطفى صادق لمدافع ايطاليا، ضربه جزاء شاطها ابراهيم المصري جون، وفي اخر دقيقه تعادلوا معانا 1-1. منتخب الاولمبي بيرسم سيناريو للشعب المصري قبل ما نغادر قبل ما ننتقل لبطوله برشلونه. تعادلنا مع منتخب ايطاليا الاولمبي 1-1. ففي مباراه بعدين نرجع مصر نستلم الملابس اللي هتسفرنا على برشلونه ونقيم في مصر اسبوع ونسافر على اسبانيا. المباراه دي كانت مع مباراه مع منتخب سوريا ومباراه مع منتخب لبنان. لعبت على منتخب سوريا وكابتن محمود قال لي في فيرود عندهم لعيب كويس قوي خلي بالك، هم اتنين فراوده بس جسمه كبير قوي لعيب كبير. ده كان مهند البوشي اللي جه احترف ولعب في مصر. كسبنا منتخب سوريا 4-1. كان فراوده منتخب سوريا مهند البوشي وعفش كان محترف في باوك اليوناني. عملنا مباراه عالميه ورحنا على لبنان كسبنا منتخب بليدة 2-1. سمعت مكالمة وأنا بمشي في الطرقة، والله مش تصنت، الدكتور محمود سعد بيقول لي كابتن جوهري أحسن لعيب هيبقى ليه كيان اسمه عمرو الحديدي. أنا مش مصدق بقى. نزلت مصر بقى وخدنا اللبس ورحنا على أسبانيا وأقمنا في برشلونة وكان المطعم اللي احنا بنتواجد فيه. أول مرة تسافر بره؟ أول مرة أركب طيارة آخرها قطر. الناس مش محتاجة ان الواحد يزايد ويقول دي ياما وياما وياما، لا نادي الاهلي ومنتخب نقلة. حلم بتعيش الحلم لا نقلة ما فيش بعدها. انت قاعدة في المطعم اللي موجود في اسبانيا اللي جنبك فريق هارلم ابطال العالم في الباسكت ومنتخبات مش عارفين ايه ده. حصل اول مباراة بتاعت قطر وخسرنا 1-0. كنت بلعب على اطول لعيب في البطولة صوفي كان 198 سنتي ما خدش ولا كره عاليه مني. المباراه اللي بعدها هنلاعب منتخب اسبانيا كسبنا 2-0. لعبت على جارديولا شوط. بعد كده منتخب كولومبيا ما حدش كان مصدق كان سبريلا. احساسك ايه كابتن لما شفت اللعيبه دي بعد كده نجوم بقى دلوقتي؟ بالظبط كده. احنا في الوقت ده كانوا عادي من نفس سننا بالظبط، بعد كده بقى هم نجوم يغزو العالم. سبريلا ده من اسرع لعيبه كان في فريق كولومبيا كسبنا 4-3. يعني اصعب ماتش كان كولومبيا كسبنا 4-3 واسهل ماتش منتخب قطر وكسبنا 1-0. يعني ضيعنا كتوان كتير قوي. فرجعنا اول كلمه قريتها في منشطه الجرايد اللي جوه الطياره الجوهري بريء من اولاد سعد. شفت الكلمه من سنه كام؟ 92. الجوهري بريء من ولاد سعد ما عدا الحديدي. خلاص نزلت بقى اي معسكر للمنتخب الكبير بقى متواجد فيه انا ونادر وهادي، بس الجمله دي اتقال اسمي انا بس. الجوهري بريء من ولاد سعد ما عدا عمرو الحديدي. عمرو الحديدي اكيد ذكريات عظيمه لما بتفتكرها يا كابتن، بس في ذكريات تانية لازم نرجع لها. وكواليس توقيعك للنادي الاهلي خصوصا قبلها بيوم الزمالك كان بيتفاوض مع حضرتك. في الوقت اللي انا كنت فيه موجود في نادي مدينه نصر وبلعب بنتمي لشركه انشاء الطرق كان المدير الفني في الوقت دوت الكابتن عبد الكريم الكوهري الله يرحمه. فالكابتن عبد الكريم بيتواجد في نادي الزمالك فبيتكلم مع الدكتور محمود. قال له في ولد عندنا اسمه عمرو الحديدي هو استاذ عصمت راضي وكابتن عزيز وكابتن فضل تعالى شوفه. فقال لهم ماشي.
ففي شخص كان موجود طبعا الكابتن مجدي شلبي نجم من نجوم نادي الزمالك، كان المنافس لشركه انشاء الطرق، شركه اسمها طرق والكباري. فنقل الصوره، ما بقاش محتاج ان انا اروح اتمرن. فكابتن محمود سعد ساعد سفريه لبنان، عمرو انت هتيجي نادي الزمالك وتوقع والموضوع منتهي، عشان هو كان بيحبني وانا بدين بالفضل ليه اولا. انا هبقى موجود يا كابتن خلاص، وان شاء الله هاجي نادي الزمالك خلاص. انا مش في الوقت دوت انا بحب مين، انا بحب النادي الاهلي، بس هنتمي لك اكل العيش في الوقت دوت، اللي هيجي ياخدني انا تحت امره، الموضوع منتهي. حب شيء واكل العيش شيء تاني. تمام. فكان جاري من كابتن زولف زلفار الجمل اخصائي العلاج الطبيعي بتاع نادي الزمالك، فقال ده عايزينك وتيجي تقعد. وفعلا رحت قعدت مع الكابتن فكري، وخلاص نادي الزمالك هيخلصني خلاص. والكابتن حماده مام قعد مع اخويا مجدي الاكبر، هو الاستاذ نور الدالي، واتفقوا. وبالفعل جالي مبلغ خيالي، احنا بقى بنتكلم على الارقام اللي بنسمعها، لا انا بتكلم سنه 91 91 بتكلم في 300,000 جنيه جولي كاش. ده كان وقتها رقم 300,000 جنيه، مالكش دعوه احنا هنخلصك بطريقتنا والمبلغ اهو. هو مكالمه تليفون، جالي مكالمه تليفون وانا موجود في المحله. كانت المكالمه دي كانت حوالي الساعه 12 بالليل، مش ينفع اقول مين هي. ف ليه كف؟ يعني ممكن اقول لك في الفاصل. ماشي. الو عمرو، ففي تحويله بتيجي من الشركه على الاستراحه. ايوه. ازيك يا عمرو، انا ماما. مش ماما خالص، مش الصوت. بس انا عارف، ففي تركه كده بتاعت قفل الصوت اللي بيحصل الوصله ما بين الشركه والاستراحه. ايوه مين؟ انا فلان الفلانيه. عمرو انزل مجلس اداره النادي الاهلي، في انتظارك الساعه 3:30 الفجر. فكلمت كابتن سياجي، يا كابتن حصل كذا كذا، فقال لي انزل. قلت له خلاص يا كابتن هنزل. وقلت للكابتن شوقي، قال لي يلا بالتوفيق، مع بالتوفيق ربنا معاك. فنزلت، كانت الساعه حوالي 3 الصبح، فجيت من باب النيل لقيت الباب مقفول بالجنزير، يبقى حد اشتغلني والموضوع خلص. ده كذب، والموضوع ملوش اي لازمه، وحد اشتغلني وانا راجع، المفروض ارجع المحل لان في تمرين الساعه 8 الصبح. ففي حد بيتمشى في الجنينه كده، فبقول له بعد اذن حضرتك والباشمهندس سعد اللي موجود؟ قال له في حد موجود في النادي؟ النادي مقفول. قلت له طب شكرا. قال لي انت مين؟ قلت له انا عمرو. قال لي تعالى المحله، تعالى تعالى. فتح الباب ودخلت، قال لي ده المجلس اداره النادي كله جوه. دخلت ابص على مجلس الاداره، انا طبيعي ان انا هبص على الباشمهندس عدلي. بصي ترابيزه الاجتماعات بتاعت النادي الاهلي موجوده لغايه دلوقتي من جهه الباب الخلفي بتاعت النيل. في كرسي هيد ما معلوش حد، كابتن طارق، كابتن حسن حمدي، مدام منى الحسيني، اللواء سفير نور، المستشار عبد المجيد محمود، استاذ ابراهيم المعلم. ما انت ايه دول؟ يعني انا ما اعرفش غير كابتن طارق وكابتن حسن. فالباشمهندس عدلي خدني وقال لي هتوقع، وقعت خلاص بقيت خمس سنين فبوقع. فدخل الكابتن صالح قال لي انت وقعت خلاص؟ قلت له. قال لي طب مش تعرف انت توقع ليه؟ قلت له كابتن انا ما اعرفش، انا وقعت وخلاص، انا جيت النادي الاهلي، الحلم بقى حقيقه. قال لي طب افتح الاوضه دي. فتحت الاوضه دي لقيت والدي ومجدي اخويا موقعين قبلي، فقال لي اللي انت قلته هم قالوه. الباشمهندس استاذ عباس الريدي كان المدير المالي الله يرحمه. فكابتن صالح قال لهم نوروا الملعب بتاع التتش ولبسوه احمر وصوروه، ونفس المانشيت كده الاهلي خطف زعيم الفلاحين قبل مغادره صالح سليم للندن لاجراء جراحه في العين. وهو بيكتب كابتن صالح قال له يا استاذ عباس ادي لعمر الحديدي 20,000 جنيه. اتكلمي في 20,000 جنيه. سنه 92 93 خدت ال 20,000 جنيه من الجزيره لغايه شبرا، ماسك وحاضن فلوس والحلم اتحقق وبقيت معاه. خلاص بقى بجد. ايه اغلى بطوله حققتها مع النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي انا حققت كل البطولات وكل الانجازات. اكتر حاجه غاليه على قلبك بسرعه كده؟ بطوله افريقيا. افريقيا انا ما كنتش بلعب، وفجاه الخواجه قال لي انت هتلعب المشهد الاول والمشهد الثاني، الان هاريس هناك في غانا ثم التتويج. ليه ما كنتش تحب الان هاريس يا كابتن؟ مش ما بحبوش، هو حصل موقف ما بيني وما بينه، كان حصل اجتماعات في وجود الكابتن طارق كان هو مدير الكوره، طلبنا يقعد معانا واحد واحد. فدخلت قال لي انا لو موجود ما كنتش جبتك. قال لي مشير انت مش هتلعب. قال لي احمد ايوب نفس الكلام. فزعلنا. ما كملش اسبوع حصل اصابه للكابتن علاء عبد الصادق، وكابتن جمال جاله تسمم، واحنا اللي لعبنا اخر خمس ماتشات انا ومشير وهادي. خلاص بقى شيبين 3-1، الترسانه 3-1، الاتحاد لا
المصري 0-0 مباراة فاصلة مع الإسماعيلي 4-3. الراجل وهو ماشي قال لك لن أتخيل دفاع الأهلي من غير عمرو الحكيم. هو بعد كده خلاص بقى بيعتمد عليك بشكل خلاص أساسي. خلاص هو أنا طريقة اللعب اللي هو كان بيشرحها كانت غريبة علينا. هو كان عايز يلعب 4 وإحنا طبيعي كان في الوقت دوت كنا بنلعب 3-5-2، كانت الطريقة المعتادة للمستر فايتسا. طب ليه في مرة لعبت بفردتين يمين؟ بسرعه كده للاسف انا متضايقه ان الوقت يعني. الوقت بيخلص انا متضايقه. هو في الوقت دوت كانت المفروض اللي بتحضر لي شنطتي كل مره والدتي، فانا بحط شوزين في الشنطه فحطت لي الشوزين يمين. لعبنا في مباراه المنصوره وكسبنا المنصوره في المنصوره 2-0 وبلعب بفردتين يمين وما ينفعش اقول للخواجه عشان انا ما صدقت لعبت. هقول له ايه؟ الغلط غلطي وما فيش حد مقاسه مقاسي، خلاص الموضوع خلص. طب يا كابتن رايك دلوقتي في فريق النادي الاهلي تحت قياده فايلر واحنا بنقترب كده على بطوله دوري ابطال افريقيا؟ هنقول بيعيد نفسه مره ثانيه، اكتشاف اسم جديد للتدريب مستر فايلر زي مانويل جوزيه، جهاز معاون، لعيبه بتفخر اسمها وبتضيف لدلاب البطولات للنادي الاهلي كبطوله الدوري شبه حسمت، وانا بقول بنسبه 90%. اعتقد ان النادي الاهلي في الفتره دي اهم شيء هو يعمله هي مباريات، مش تقليلا من اسماء الناس، مباريات تجريبيه عشان افريقيا. خلاص الدوري الموضوع منتهى، هي مباريات رسميه تجريبيه لاستعاده كيان النادي الاهلي لبطوله افريقيا اللي هي كانت غايبه. قادرين على تحقيق دوري ابطال افريقيا؟ مش صعب على النادي الاهلي، هو نادي صعوبات، نادي الضغوط، نادي التحقيق، هو بيحقق كل حاجه حلوه، هو اللي بيفرح. في لاعب دلوقتي يا كابتن بتشوفه شبه حضرتك في الملعب؟ ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم بس انا طويل شويه وقصير شويه. هو رجع للتدريبات خلاص بشكل طبيعي وبنتمنى انه. بصي حضرتك اهم حاجه الالتزام، راجل التزام ملتزم، كلامه قليل قوي في الصحافه وفي الميديا، عارف هو عايز ايه. بيقول انا لعبت في نادي الزمالك ولعبت قبل كده في سموحه بس انا اكتشفت في نادي الاهلي. بيعمل لنفسه كيان جديد اسمه ياسر ابراهيم عشان يبقى ابن من ابناء النادي الاهلي بالتزامه بتدريباته وبتألقه وربنا يبعد عنهم الاصابه كلهم، هو ومتولي ورامي وايمن كلهم. عايز اسال حضرتك عن كابتن محمود ابو الدهب، علاقتكم قويه جدا. بصي حضرتك اما انا اقول ان لو محمود موجود في العصر ده يبقى من عظماء المكان ده. محمود ما اقدرش انسى كمونه، ما اقدرش انسى جمال السيد، ما اقدرش انسى اللي علمنا الالتزام والانضباط الكابتن علي عبد الصادق والجديه والرجوليه، ما اقدرش انسى يعني ايه لزقه وبغيره كمشير حنفي من احسن مساكين في مصر، مش هقدر انسى المدافع المتطور للزياده في الكوره محمد يوسف. حاجات كتير قوي كل واحد فيهم عايز حلقه تحكي عنه. بس الواحد كان بيحس بطمانينه ان ابو الدهب ولا كمونه ولا جمال وراه الموضوع سهل مش صعب. الناس دي كيان كبير، الواحد لعب مع ناس من العظماء يعني. طب وذكريات كده لو رجعنا قبل ما نختم لذكرياتك مع منتخب مصر، اكتر حاجه كده فاكرها؟ حاجه كنت فاكرها كان في مباراه من المباريات بتاعه الاردن والكابتن جوهري قال لي هتلعب على لعيب معين فلعبت عليه، فبعد المباراه احنا تعادلنا 1-1. الحديد ينقص حمل اللقب. فكابتن جوهري كان زعلان مني قوي يعني بالبلدي كده، قال لي كلام جامد جدا بعد الماتش، انت المفروض كنت تعمل وتعمل 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 رغم ان انا جايب كورتين في العارضه واديت كويس. طب والصحافه؟ قال لي اوعى الكلام ده، الكلام ده ما يهمنيش، انا اللي بقول لك اصعب حاجه انك تلعب والاصعب تستمر في اللعب. كلام الصحافه ما بحطوش في حساباتي. خلاص كابتن جوهري علمنا حاجات سهلت عليا كتير قوي لما رحت النادي الاهلي، سهلت عليا حاجات لما رحت النادي الاهلي عشان هو كابن من ابناء النادي الاهلي اللي اتعود على طباع النادي الاهلي، فبقى بالنسبه لنا الموضوع سهل. طب لو سالت حضرتك على قرار خدته في حياتك، واحد مثلا ندمان عليه، واحد قرار لو رجع بيك الزمن هتنفذه هو هو. قرار ندمان عليه ان انا وانا موجود في النادي الاهلي في فتره التدريب كان في جيل معين من الاكاديميه خلاص ما ينفعش يكمل فخدتهم ولعبت بيهم بره، دي سببت لي مشكله مع كابتن سيد وبعد كده يمكن اعتذرت. انا ما كانش قصدي حاجه بس الناس دي كانت في يوم من الايام دلوقتي نجوم، محمود حمدي الونش، حسام حسن، رؤى، محمد سيد هاشم دونجا، اسماء كبيره كله موجود دلوقتي.
اسلام الفار كل دول لعبتوا بيهم بطوله منادي اسمه منشيه التحرير 22 مباراه بدون هزيمه بلاعيبه اكاديميه النادي الاهلي اللي سنهم 93 و94 وما ينفعش يكمل تاني ويلعب مساحات صغيره. وفي الوقت ده عندي لعيبه محترفه، احمد محمد الصاوي احسن لعيب موجود في نادي نيو يورو، لعيب مواليد 2002 مكسر الدنيا بره، كان لعيب عندي في الانتاج الحربي، لعيب بمعنى كلمه لعيب، انا كنت مسميه جارم، في ناس كتير ما تعرفش مين هو الجارم، كان من عظماء الكوره موجود في نادي الاتحاد. وقرار تنفذه هو هو، قرار بنفذه هو هو، اتمنى يرجع بيا الزمن عشان العب في النادي الاهلي تاني، بس طب المره دي العب بعد ما اتعلمت من النادي الاهلي واشيل من قلبي الخوف والعب كيان النادي الاهلي. طب هاخد بقى من حضرتك كده والمشاعر كده، وشايفه يعني عينك بتلمع والله من اول الحديث لاخره، عايزه حضرتك تبص للكاميرا بتاعتك وتقول كلمه لجمهور النادي الاهلي نختم بيها الحديث. اقول لجمهور النادي الاهلي، انت طول عمرك اللاعب رقم واحد، انت الكيان النادي الاهلي، جميع اللعيبه اللي بتتواجد فيه بيحصل ليها تغيير، في ناس بتمشي وناس بتيجي، انت الاصل، انت اللي بتعمل الاسماء، انت اللي بتكبر اللعيبه، انت اللي بتصيد كل واحد كان متواجد في كيان اسمه النادي الاهلي، انت اللي هتقف جنب لعيبتك، انت اللي هتحصل دوري وهتحصل كاس وهتحصل على افريقيا، انت اللي بايدك تقول اللعيب الصغير بقى كبير عشان انتوا راضيين عنه. الرضا طبعا من ربنا اولا، ثم الثناء والامتاع من جماهير النادي الاهلي اما تنطبق على اللعيبه. مفيش كلام احلى من ده اختم بيه حديثي مع حضرتك كابتن عمرو الحديدي، نورتني الحقيقه في برنامج السادسه على شاشه قناه الاهلي، شكرا جدا لحضرتك. شكرا يا ساره، ربنا يخليك. بشكر حضراتكم جدا على المتابعه، واستنونا في حلقه جديده بكره من برنامج السادسه، شكرا ليكم.